الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعلموا عباد الله أن أفضل الأعمال في هذا اليوم هي إراقة الدماء، وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أمر المستطيع منا أن يذبح لله تبارك وتعالى أضحية، ووجهنا إلى أن هذه الأضحية إنما هي مقدمة لله تبارك وتعالى صاحب الأفضال على العباد، أي أنها ينبغي أن تكون أفضل ما يكون. إذا أردت أن تقدم هدية إلى رجل صاحب جاه أو مال أو سلطان لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.